بكم ونحييكم من جديد في هذه الحلقة التي نستضيف بها اللواء حسين كمال. أهلا بك مجددا. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا. الحلقة طبعا شيقة ولها متفرعات كثيرة، يعني خضنا بملفات وتحدثنا عن أمور كثيرة. طبعا من خلال خلفيتك المخابراتية أو الاستخباراتية بصفتك لواء مخابرات سابق، ولست بمجرد لواء عادي، إنما كنت مدير مكتب اللواء عمر سليمان الذي يمسك بملفات كثيرة جدا، ليست فقط في مصر وإنما في دول محيطة ودول غربية. تقول إن لديك أو لديك معلومات بأن هناك 10 ملفات للواء الراحل عمر سليمان دور أساسي فيها في المنطقة. ما هي تلك الملفات؟ الحقيقة طبعا أنا ما قلت 10 حاجات، اخترت بس 10 على مدار الخدمة بتاعت اللواء عمر في مجال العمل المخابراتي، لكن هناك موضوعات كثيرة أكثر من هذه العشرة أضعاف مضاعفة كلف بها. طب دعنا نتكلم عن أبرز تلك الملفات. يعني أنا مثلا أتكلم وهو مديرا للمخابرات الحربية، الكلام ده كان سنة ما بين أواخر سنة، نقول من أغسطس 89 إلى أن تولى المخابرات العامة في آخر مارس 91. نعم. كانت هذه الفترة كان مدير المخابرات الحربية، والحقيقة كان عمل زيارة لدولة الكويت مثلا، يعني أنا بدي مثال على وكنت أنا مرافقا له في هذه الزيارة، وطلب في هذه الزيارة زيارة لجزيرة اسمها بوبيان، ومساعد رئيس الأركان الكويتي في ذلك الوقت، وكان رئيس الاستخبارات، يعني مساعد رئيس الأركان وزير ورئيس الاستخبارات الكويتي الحربية، استغرب كثيرا من هذا المطلب. مدير المخابرات الحربية المصرية بيطلب انه يزور جزيرة في الكويت، وشمعنا هذا المكان بالذات؟ فجهزوا عربية ورحنا، وكنت انا الثالث في هذه الزيارة. جزيرة في عربية؟ جزيرة في على الحدود الكويتية العراقية الإيرانية. هذا المكان بس بنروح لها بعربية؟ بالعربية. بعربية الكويت انت عارف حضرتك، يعني لا جزيرة في عربية ازاي؟ لا جزيرة، ما هو في كوبري، في كوبري كان بيوصل المكان بالجزيرة يعني. فاستغرب كثيرا رئيس المساعد رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات الكويتي على هذا المطلب، وتعجب ايه حكمة في 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 في, في ان رئيس المخابرات او مدير المخابرات الحربية المصرية يطلب زيارة هذا المكان واحنا موجودين في المكان. فاللواء عمر رحمه الله، الكلام ده انا بقوله لأول مرة الحقيقة، يعني قال له ده رئيس المخابرات الكويتي بيقول اللي هو عمر، بقول له الحقيقة احنا جينا المكان اللي سيادتك طلبته. قال له ما انت ما سألتنيش انا ليه طلبت المكان ده تحديدا لأقوم بزيارة له. قال له ما انا هو ده سؤالي. قال له تفتكر الخطر القادم على دولة الكويت من فنظر له نظرة عميقة، قال له من إيران؟ قال له لا، من العراق. فتعجب كثيرا مساعد رئيس الأركان الكويتي ومدير المخابرات الحربية الكويتية من رد الجنرال عمر سليمان. ودارت الأيام وحدث ما حدث من غزو الكويت، وجاء لنا مساعد رئيس الأركان الكويتي ومدير المخابرات الحربية الكويتية، وقال له في مكتبه للواء عمر سليمان، وأنا كنت حاضر في الاستقبال، قال له فهمت الآن لماذا قلت العراق وليست إيران. يعني هذا هو عمر سليمان. يعني عمر سليمان طعن في ثقة صدام حسين به. لا أنا وباعه للكويتيين. أنا أردت بهذه القصة اللي هو عمر سليمان لديه من الشهامة والرجولة ومن المروءة إن ما يبيعش حد، ولكن أنا حكيت هذه القصة عشان أقول لحضرتك وأقول للسادة المشاهدين مدى تحليل ورؤية اللي هو عمر سليمان لما يمكن أن يحدث قبل أن يحدث.
وبفترة ليست بالقليلة. عمر سليمان تسبب في تفاقم أزمة سد النهضة وهو مكروه جدا في إثيوبيا. يعني الإثيوبيون يكرهون عمر سليمان. أنا هتكلم في موضوع سد النهضة ده باستفاضة شديدة جدا. نعم. ولكن قبل ما أقول، أنا هقول جزئية أخرى تشير للسادة المشاهدين كيف كان يحلل اللواء عمر سليمان الأمور. في الفترة اللي بدأ يظهر فيها الإخوان المسلمون لتولي السلطة في مصر، سألت سؤال، لأن كانت المراحل بقى خلاص إحنا على وشك، والموضوع بقى هيبقى فيه منافسة بين الفريق أحمد شفيق ومحمد مرسي العياط. فقلت له فنم، نفترض إن الإخوان المسلمين وصلوا، تفتكر الناس دي ممكن تقعد قد إيه؟ ده أنا بسأله. قال لي سنة لن تزيد، بحسم قاطع. قلت له طب وهيمشوا إزاي؟ قال لي اللي جابوهم هم اللي هيمشوهم. أنا حبيت أحكي بالقصتين البساط دول من هو عمر سليمان وكيف كان يحلل وكيف كان يقرأ الأحداث قبل أن تقع لمن يشكك في قدرات هذا الرجل. أرجع بقى لسؤال حضرتك، سد النهضة كان إيه؟ سد النهضة. سد النهضة، شوف حضرتك مصر الحقيقة. لمرة أخيرة هذكرك في السؤال، مرة أيوة. جاية مش هذكرك. لا معلش معلش، عشان بحب التركيز بس ما أحبش أخرج منك يمينا ويسارا. ركز. موضوع سد النهضة، مصر بتعاني الآن من أصعب فترات تاريخها في الحاضر والماضي عبر التاريخ. تآمر سياسي، تآمر اقتصادي، تآمر اجتماعي، تآمر أخلاقي ومائي، وكل ما تتصوره من تآمرات. نعم. مترامي الأطراف والأبعاد. قصة أثيوبيا ظهرت دلوقتي ليه؟ لزيادة الضغوط على مصر ولتركيع هذه الدولة. وأنا بقول ومؤمن بما أقول زي ما إيماني بربنا، مصر لن تركع وستعود أقوى من الأول، أكثر لا أثيوبيا ولا اللي وراء أثيوبيا هيقدر على مصر. مين اللي وراء أثيوبيا؟ كثيرين. مثلا إحنا مثلا على سبيل المثال في الفترة القريبة يقولون، لحظة، يقولون أن الروس والصين وطبعا دول أخرى هي من تمول مشروع هذا السد في إثيوبيا. المشير السيسي كان في زيارة لروسيا. أيوة. منذ فترة. أيوة. يعني يعني ما هدف هؤلاء من دعم؟ شوف أنا مش هتكلم على الأطراف دي، لكن هتكلم على طرف كلنا عرفنا عمل إيه وسوى إيه، وده كان في وسائل الإعلام بيتداول. يعني النهاردة أما السيد رجب طيب أردوغان يروح إثيوبيا أو يبعت وزير لإثيوبيا، وبعدها بفترة يروح إيران، رجب طيب أردوغان نفسه يروح إيران وبعدين يستدعم رئيس الوزراء الأثيوبي لإيران لموضوع سد النهضة، بماذا يفسر؟ أنا عايز أقول للمواطن المصري، مصر بتتعرض لمحنة خطيرة جدا، ويجب أن نتنبه لهذا، أكبر بكثير من 67 وأزمة 52. أنا عاوز أسأل فضل. سؤال، مع أني أنا يعني لا، أنت سألت أصلا كذا أسئلة ما تسألهم بقى تاني. لا أحب أن تطرق كثيرا إلى موضوع المخابرات، لأن طبعا موضوع المخابرات وبحد ذاته موضوع شائك. له خصوصيته وله يعني طبعا يجب على كل مواطن أن يحترم خصوصية هذا الجهاز، لأن أنا برأيي الشخصي، يعني أتكلم برأيي الشخصي، أن الدولة بحد ذاتها تقوم على هذا الجهاز تحديدا، يعني أمن الدولة الداخلي والخارجي يقوم على هذا الجهاز. ولكن لا، أنا بس ليا تعليق، إحنا في مصر دولة مؤسسات مش دولة مخابرات. الجهاز له قيمة وله وزن وله تاريخ وله ولكن دولة المؤسسات، ولكن إن لم يكن لديها جهاز مخابرات قوي وفاعل. أنا هدعوك دعوة شخصية إنك تشوف كده في المصادر اللي ممكن تتاح لحضرتك، تشوف ترتيب الجهاز المخابرات العامة المصري على مستوى العالم ترتيبه إيه. ولكن هو من أفضل أجهزة المخابرات العربية. آه بالضبط كده. طيب. ولكن هناك خلط بين إن يكون جهاز معلومات. طيب. وجهاز. لا أنا أريد. أيوة. أنا أريد ختني المطرح تاني. من شوي ورد على لسان حضرتك كلمة كتير مهمة، الإخوان المسلمين الخونة. الخونة المتسلمين اللامصريين. كلمة اللامصريين. طبعا مفيش مصري يعمل اللي بيعملوه ده. يعني كل الكلام ده يصدر عن لواء سابق في المخابرات، مدير مكتب عمر سليمان
نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات لعشرين عاما. هذا الكلام يعني انتوا عارفين الجماعة دي انها حسب ما انتوا بتقولوا لا مصرية وخون و و و وإرهابية وكل الصفات التي اطلقت عليها. جلستم معهم وتركتوهم ان يصلوا الى السلطة ويحكموا مصر، كيف ذلك؟ سؤالك محترم جدا وله كل التقدير والاحترام. شكرا. السياسة ما فيهاش تقعد مع مين وما تقعدش مع مين. شل القعدة على جنب. كويس؟ أنت تعرف إن الراجل ده مجرم خائن لا مصري، يعني عندك كل المعطيات وكل المعلومات وتسيبه يوصل للحكم ويحكم مصر. أنا ما سبتوش يوصل للحكم. هذه إرادة الشعب، أنا ما اخترتوش. الشعب المصري هو اللي راح حط الورقه في الصندوق. لان دي جماعه بر وتقوى، ما جماعه خادعه. نعم، ولكن خدعت الشعب، ولكن لشخص ضحكت على الناس. سيادة اللواء، لشخص يمتلك كل تلك الصفات، ايوه، خائن ارهابي لا مصري، كيف يسمح له ان يترشح اصلا، ايوه، للانتخابات، ليسمح للناس ان تضع الورقه في الصندوق؟ كيف يسمح له؟ عمر سليمان لم يسمح له بالترشح. لا، اترشح. مين اللي قال ما سمحش؟ ما سمحش يعني ما انت راجل اترشح وخرج نتيجه قواعد معموله في اللجنه العليا للانتخابات. اللجنه قبلت اوراقه؟ قبلت اوراقه ودخل وخرج. 31 توكيل ناقص في محافظه. انت حضرتك مش طيب. مش معانا ولا ايه؟ انا معاكم. طيب امال ايه؟ انا معاكم. بس انت برايك انه هذا هو السبب الرئيسي؟ طبعا، ومفيش غيره. كانش واحد بواحد. القوات المسلحة ليس لها أي علاقة من قريب. يا سيد الفاضل، لا 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 لا، ما كانتش واحد بواحد. يا سيدي ما كانتش واحد بواحد. إذا سمحت بنشيل الشيخ حازم أبو إسماعيل من هنا. يا سيدي اسمح لي، بنشيل إقبال ده ما يتردد بين الأوصار. إنما الحقيقة من اللي كان بيدير الأمور؟ ما احنا بنشاور ليه؟ ما نقول الحقيقة على طول استريت. ليه بنشاور يمين وشمال؟ مين اللي كان بيتولى أمور البلاد في ذلك؟ مش المجلس العسكري؟ بتشاور على المجلس العسكري بدون المناسبه ليه؟ ايه علاقه المجلس العسكري بالانتخابات؟ ايه علاقته ان عمر سليمان يخرج ولا ما يخرجش؟ ايه علاقته ان حازم اسماعيل يخرج ولا ما في قواعد موجوده، في فريم موجود، اللي جوه الفريم ده يخش، اللي خارج الفريم مش هيخش. يطلع بقى حسين، يطلع محمد، يطلع خليل، يطلع اخواني، يطلع سلفي، انا مالي؟ القوات المسلحه بتنفذ اراده الشعب وليس لها علاقه ولن يكون لها علاقه بالانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية. أي خائن، أي مجرم، أي إرهابي، أي لا مصري يحق له أن يترشح للانتخابات؟ أهو ترشح وبقى رئيسه الوقت في السجن، إيه رأيك؟ إزاي الحال؟ طيب. بس مين اللي عمل فيه كده؟ الشعب، مش القوات المسلحة. يا أيوة. اتفضل. سؤال واضح. أيوة. أنت لديك اليوم شخص تصفه بالمجرم والإرهابي واللا مصري والخائن. بدل أن تقدمه للقضاء تسمح له بأن يترشح للانتخابات في ذلك الوقت. وقت نعم. الترشيح نعم. كان مرسل عياط في السجن؟ كان خارج من السجن. في ذلك التوقيت كان جماعة الإخوان المسلمين جماعة البر والتقوى والإحسان، ولا كانت وجهة نظر الشعب المصري فيها إيه؟ كانت جماعة محظورة. لا، ده النظام محظورة في القانون. النظام بيقول محظورة في نعم. ذلك الوقت نعم. إنما الشعب المصري كان بيراها إيه؟ كان بيراها البر والتقوى. هم دول بتوع البر والتقوى، هم دول اللي هيراعوا ربنا فينا. أما انتوا بنارهم عارفهم. يعني قبل كده يعني انتوا كنتوا يعني خططتوا لذلك؟ لا، مفيش تخطيط. خططتوا لوصول الإخوان. بص يا لكي أستاذ توني، يقوى الشعب في نارهم لا نخلص منهم. لا، انت قلت. لا يا سيدي، انا اللي بقول مش القوات المسلحه. يعني ما حدش قال القوات المسلحه. انا ما جبتش على لساني سيره القوات المسلحه، لا من قريب ولا من بعيد. انت بتعرف شخصيا، بتعرف اي احترام اقدره ومحبه للقوات المسلحه. كويس يا سيدي. هو انا ساعتها في ذلك التوقيت كنت مسؤول ان انا اجيب وما اجيبش؟ مش انت. امال ايه؟ المجموعه اللي كنت. لا، مفيش مجموعه. انت بتشاور بطريقه غير مباشره على جهه معينه. لا لا لا، وهذه الجهه بأكرر واعيد وازيد، لن تكون ولن تكون باي حال من الاحوال غير منفذه لاراده الشعب المصري فقط. انا سؤالي كان واضح. اتفضل. لواء في المخابرات، مش لواء عادي، لواء مدير مكتب اللواء الراحل عمر سليمان،
يعني نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات 20 سنة. أيوة. بيقول يعني كل الملفات اللي معاكم انت بلسانك عم بتقول انه الجماعة دول خونة وارهابيين ولا مصريين. أيوة. وتركتوهم يترشحوا للانتخابات. لا. انا قلت الكلام ده بقى امتى؟ هجاوب بقى عليك بطريقة مباشرة. المواصفات القذرة اللي انا بصفهم بيها دي دلوقتي قلتها امتى؟ بعد ما الشعب المصري قرى الملف كويس قوي، بعد ما الناس بقى عندها قناعة من هي جماعة الخونة المتأسلمين، عرفهم من دول وبيزولهم السلطة بأنه اتجاه وبينفذوا عشان ايه. الناس كلها فهمت هذا الكلام. انما انا لو كنت قلت الكلام ده سنة 2011 هيقولوا ده متآمر، ده متشدق للسلطة، ده عايز يستمر في مكانه، ده له مصلحة في الكلام اللي هو بيقوله، لان الكلام ده قاله هو عمر سليمان في المحكمة ومحدش سمع ولا كلمة من اللي هو قاله، وطلع الكلام ده في الجرايد. كل كلمة نطقها هذا الرجل في المحكمة نشرت في الجرنان. كانت النتيجة ايه؟ انه تم انتخاب جماعة الاخوان المسلمين في البرلمان وفي الرئاسة. فعلاقتنا احنا ايه بالكلام ده؟ ايه علاقتنا بالكلام ده؟ ارادة الشعب المصري فوق كل ارادة، مش شعارات، دي حقيقة. الا تتعجب بينك وبين نفسك ان نظاما كنظام مبارك يسقط في 18 يوما فقط؟ يعني نظام بقاله 60 سنة كان يمكن واحد اذا نايم في الليل ما يتجرأش يحلم هو ونايم انه هو واقف في ميدان عم بيقول، يعني ممكن اذا حلم في الليل انه هو واقف في ميدان عم بيقول يسقط النظام، يمكن يقوم تاني نهار يروح يقدم بلاغ بنفسه. لا الحقيقة هذا النظام يسقط في 18 يوم صدفة؟ لا شوف الحقيقة قبل ان يسقط النظام بفترة كان هناك غضب شعبي موجود، كلنا كنا شايفينه. معرفش حضرتك كنت بتيجي مصر وبتتردد وبتسمع اللي احنا كنا بنسمعه او لا، لكن انا ما كنت بروح اماكن عامه كان في غضب شعبي جارف وناس عدم من نفس المجموعات اللي اليوم هي عند الغضب الشعبي بالضبط نفسها. لا بس كانت بقى يعني نفسها إيه؟ يعني اللي كنا شايفينه اليوم بالشارع عندهم غضب شعبي حتى ضد المشير السيسي. أنا نفس المجموعه. انا هكمل لكن كان الغضب في ذلك الوقت غضب تقدر تقول ايه، حاجة واقعة ملموسة. يعني انتخابات البرلمان وما تم فيها سببت غضب للناس لان كانت حاجة بفجاجة. يعني زواج المال بالسلطة في مجلس الوزراء. وعلى فكرة الرئيس مبارك انتوا كنتوا فين؟ الرئيس السابق هكمل الرئيس انتوا كنتوا فين؟ يا سيدي هكمل يا اخي لما قال لك انتوا كنتوا فين بس سيدي هكمل يا سيدي هكمل وبعدين اجاوبك. لا هتجاوبني. لا هكمل الاول. هتجاوبني بالاول. انتوا كنتوا فين؟ يعني كنتوا عارفين يا سيدي الفساد ده رايح يا سيدي الفاضل لا يقسم ظهر النظام. رئيس المخابرات العامة عليه ان يبلغ رئيس الجمهورية يعمل ايه؟ انا ماليش دعوة. انا اقول لرئيس الدولة والله الناس غاضبة ان البرلمان طلع بالشكل ده، هو يتصرف ازاي؟ ده موضوع انا مالي والله يا فندم. انتوا بلغتم في طبعا مبارك. وايه كان الرد؟ لا الرئيس مبارك الحقيقة كان مستمع جيد ولا يعلق. نعم. ولكن انت عليك ان تقرأ رد الفعل. طب رد الفعل ايه بعد انت ما قلت الامور زي ما هي؟ خلاص يبقى سمع الكلام من هنا وخلاص. من كان يؤثر على الرئيس مبارك؟ الحقيقة انا ما اعرفش. انما ما يتردد في ذلك الوقت، وانا كنت مواطن زي اي مواطن ولكن كنت ضابط مخابرات، بيتقال احمد عز، بيتقال الاستاذ جمال مبارك، بيتقال سين او صد، يعني اسماء كثيره. ولكن حقيقه الامر ايه؟ انا ما كنتش في مقر الاتحاديه عشان اقدر اقول لك والله انا شفت فلان فلاني بيقول الرئيس مبارك. ما حصلش، ما شفتش، ما اعرفش، فما اقدرش القي بالتهم جزافا. كم جهاز مخابرات غربي وعالمي كان موجودا في ميدان التحرير او عربي؟ قول زي ما انت عايز. لا انت هتقول مش انا. كام؟ انا ما اقدرش اقول لك كام، لكن اقدر اعطينا بعض الاسماء اللي اكده. جهاز المخابرات الامريكي، جهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد، جهاز المخابرات القطري اذا سميناه جهاز مخابرات يعني لانها دويله عقله صباع، لا عندها جهاز مخابرات ولا هي عندها شويه فلوس بس عماله تصرف عليهم مخابرات وعم تعمل كل الشغل ده. طبعا طبعا
فلوس والنفوس ضعيفة مفيش مشكلة، خد قرشين زي امبارح الحادثة بتاعت الاستاد. مين يقول مين يقر هذا الكلام؟ نادي الاهلي طالع فايز 3-2، ايه داعي انك تولع وترمي شماريخ وتضرب الشرطة عشان ايه؟ فلوس. ادي الموضوع وناس متآمرة. قلنا عدوك من اول تاني، امريكي اسرائيلي جهاز المخابرات السي اي ايه، جهاز المخابرات الانجليزي، جهاز المخابرات الالماني، جهاز المخابرات الايراني، جهاز المخابرات الدويلة الصغيرة اللي احنا قلناها، حماس وتآمرها الشديد، ايران وتآمرها الشديد لكي تأخذ دور مصر. كشف مخابرات تانية، كان المسرح مليان. لا يعني انا عايز اقول لحضرتك مثلا احنا دلوقتي في الازمه اللي احنا موجودين فيها، مش مخابرات عربيه تانية مثلا؟ لا يعني سعودي مثلا؟ لا لا لا، جهاز مخابرات اماراتي مكان؟ لا 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 لا، بالعكس. ليبي؟ بالعكس. لا 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 بالعكس. ليه بالعكس؟ انه ممكن كتأييد. لا لا شوف هقول لحضرتك، يعني ممكن في مواجهه المخابرات الثانيه ممكن تبقى هذه الاجهزه الموجوده تبقى موجوده فعلا ولكن بايجابيه، انما انا بتكلم على الاجهزه اللي كانت موجوده للضرر عشان مصر تقع ما اذكره، انما اجهزه المخابرات في العالم ما تبقى موجوده. تركي مثلا؟ ده مليون في الميه، ده مليون في الميه جهاز المخابرات التركي كان موجود في الميدان، المصري كان موجود في الميدان. ده أهم حاجة، كان موجود في الميدان جهاز المخابرات المصري. شوف جهاز المخابرات برضو عشان احنا ما نتكلمش عن في المطلق، جهاز المخابرات أساسه شغله بره، ولكن عندما يكون هناك مخاطر داخلية إذا كلف بجمع معلومات داخلي بيخش، إذا لم يكلف ما بيخش. مفيش مخابرات داخلية ومخابرات خارجية؟ عندنا كمخابرات عامة؟ اه احنا عندنا المخابرات العامة بتشتغل داخلي وخارجي، بس الداخلي إذا كلف. داخلي إذا كلف. بل ريقك شوية في المية. خلينا نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل مزيد من المزيد بعد الفاصل.